يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، الخليج ما بيحبش محمد علي باشا، يطيقوا العمى ولا يطيقوهوش، عشان كده مشروع المسلسل بتاع الباشا مكملش وشكله مش هيكمل، لأن القنوات بتاعت الخليج لا هتمول ولا هتشتري. عارفين ليه؟ لأن محمد علي علم عليهم كتير وحروبهم معاه كانت ممتدة ومتنوعة، ومن أوائل الحملات اللي بعتها الباشا كانت للحجاز، كانت حملة بقيادة ابنه طوسهم باشا اللي كان يدوب عنده 18 سنة وقتها. راجع بقى مذبحة القلعة تفهم مين طوسهم. سنة 1813 حط طوسهم ايده على مكة والمدينة وبعت مفاتيحهم للسلطان العثماني في اسطنبول. بعديها لقى مقاومة من الوهابيين، فراح الباشا بنفسه ساعده في السيطرة على الامر ورجع بعد ما حج. المعارك اللي خاضها طوسهم باشا كتيرة وفي مدة قصيرة، يعني بعد ما قدر ياخد مكة والمدينة قدروا ياخدوا منه مكة تاني، واستمرت المعارك بينهم سنين لحد سنة 1816. وكانت مشكلة طوسهم باشا الاكبر هي في الحر بتاع الصحراء دي. في واحد من المعارك دي وهي معركة اسمها تربة البقوم شرق الطائف، أصيب طوسهم باشا ونقلوه جدة للعلاج. وبعدين لما تفاقم الأمر رحلوه على مصر. لما وصل مصر سبتمبر 1816 كان شكل محمد علي باشا وشكل الإمبراطورية العثمانية كله مش تمام. صحيح هم خسروا جولة والحرب لسه طويلة، لكن المعنويات مهمة، فمحمد علي باشا عمل حاجة كده كانت معتادة زمان، هي استقبال القواد العائدين، استقبال الفاتحين حتى لو ما كانوش متقدمين. اللي زود الاحراج ان طوسهم باشا توفى اول ما وصل وهو عنده 22 سنه، بس الباشا اكيد مش هيغلب، قال ان ابنه توفى بالطاعون لانه عارف ان معاركه مع الوهابيين مستمره وعارف انه هينتصر في النهايه. ايوه، ايه بقى علاقه بقى اليوستفندي اللي هو ابن عم البرتقان؟ اقول لك، كان في واحد اسمه يوسف افندي بعته محمد علي على اوروبا في بعثه لتعلم الزراعه. الحقيقه ان ميزه محمد علي الكبيره هي ادراكه ان البلد دي مش هتتقدم الا بانها تتواصل مع اوروبا تواصل متين من غير خوف. سيبك بقى من فكره الاستقلال والتنميه الذاتيه والكلام ده، اوروبا عندها العلم فاحنا هنتعلمه منهم، ولذلك ارسل البعثات في كل المجالات. يرجع مرجعنا لموضوعنا، يوسف افندي لما رجع مصر كان بعد وفاه طوسهم بشويه، ويبدو انه كان شخص لبق وذكي لانه كان عنده مشروع لزراعه فاكهه جديده في مصر شبيهه بالبرتقان. بالمناسبه البرتقان جايه من البرتقال اللي هي البرتغال، اللي هي البرتغال موطنه اللي جه منه البرتقان اصلا لمصر. يوسف افندي قدم شويه من الفاكهه دي لمحمد علي باشا على اساس يتاكد من جودتها، وكان يوسف افندي جايبها ضمن اشجار فاكهه جديده اشتراها من سفينه كانت راسيه في مالطا ومحمله باشجار جايه من الصين واليابان. الفاكهه عجبت محمد علي باشا فسال يوسف افندي اسمها ايه؟ فالافندي اقترح عليه انه يطلق عليها اسم جديد لشخص محبوب، فيعني ممكن نسميها طوسنا على اسم المرحوم. اللفه عجبت محمد علي باشا اللي فاهم المقصود من الاقتراح، اصل الباشا مش هيطلق اسم ابنه الراحل على فاكهه شعبيه، ففهم ان يوسف افندي عايز اسمه هو اللي يتحط على الفاكهه، فابتسم الباشا وقال له خلاص نسميها يوسف افندي. وقد كان، بس انت عارف بقى الشعوب، فضلنا نخففها ونحورها لحد ما بقت يوستفندي. بعد كده خصص محمد علي 100 فدان جنب قصر شبرا لزراعه الاشجار الجديده، وبعت 30 شخص من ولاد كبار المشايخ البلاد والاغنياء المقتدرين لتعلمهم زراعه الاصناف على يد يوسف افندي. مش بس كده، ده محمد علي كلف يوسف افندي بملاحظه التجارب الزراعيه في نبروك، فعمل لها نظام دقيق لكن ما تسماش باسمه.